اداء ديال الرجاء ما مزيانش، ولكن كنتمنى من الجمهور انهم يخليو يعطيو الدراري فرصه. باقا ان شاء الله عصبه الابطال، ما لهم ولا بطريقه لا والو، ماشي فين ما نشوفوا راجا مزيان نبداو نشجعوها، ولكن ماشي احنا خصنا نكونوا معاهم في السراء، في السراء والضراء، خصنا نعاونوهم دابا، واخا ما ربحوش، خصنا نساندوهم باش يلعبوا مزيان في تشامبيونز ليغ، وديما راجا شاد الماتش هذا، وهاد اللعبه هذا اللي يلعبوا به، الله يعطيهم العذاب من عندي، وحنا جايين بيه، فهمني؟ كنريحوا في مكانه. كنديرو كنزاو وكنتعلاو ما عرفت شناهو، ولكن هاد الراجا هادي ما فرقه ما والو، والله يعطيها العذاب من عندي انايا. حاجه طبيعيه غيكون هاد الاداء بعد اللاعبين كيفكروا في العصبه، راه شيء طبيعي ما غاديش يلعبوا مزيان في هاد الماتش. الصراحه الشوها الراجا تعادلت خمسة الماتشات وخاسرين أربعة في دونور، راه بزاف الصراحة. الأداء راه ما كيسرفش الجمهور الرجاوي، حنا في مفسد الرجاء حنا معاه وتابعينه، كنبغيو هذا الفريق، ولكن هذا الأداء راه ما كيفرحناش في العصبة باش نقدموا شي أداء أحسن من هذا. فا سي البريزيدون راه ما جور ما والو، راه ما لعب ما والو، حنا راه كنتكرفسوا، حنا راه أنا ديزيتي دوكا خسروا من جيبنا، كنجيبوا ديك 30 درهم ولا 50 درهم باش نتفرج، ما كاين لا فرق على والو. خاصو تبدل حشومه شي حشومه. حنا كنموتوا على الرجاء وكنضحينا بقرايتنا وما عرفنا هو على قبل الرجاء، وفي الاخر بداو تفلاو علينا، راه حشومه هذا الشيء. خويا ماني شفت شي لعابه كشاريين ب 800 مليون وكيلعبوا ربع ساعه، هذا كيضحكوا علينا خويا. حنا راه جمهور الرجاء راه فيما مشات خويا، الله يسهل، ما عرفتش شنو نقول لهم، ولاو بزاف ديال الفرقه اخويا ما غاديش بينا مزيان، الا بقينا بحال هكا خسروا مع سطيف اخويا، والله خاصهم يديروا لنا شي حل والله. كنشوفوا حنا هاد اللعابه كيضحكوا علينا، بدايه المباراه حنا كنتسناو شي هدف، ولكن ما مكتشافش اخويا الماركي وسال ما 0-0، ولكن ديما حنا راجا. ما تخرجوا تابوناو في لاشين ديالنا سور يوتيوب، وبارطاجيو لو كونتوني في لي ريزو سوسيو، وبلا ما تنساو ديروا جيم، ولا بغيتوا تشوفوا شاشه تشوف تي في ان سامبل كليك في هاد لو بوتون، وما فيها باس إلا خليتوا شي تعليق تعبروا فيه على آرائكم اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم. Quand le gars arrive à l'aéroport, l'avion sort du hangar. En fait non, c'était pas un avion, c'était un hélico. Mais t'as trois mecs qui arrivent en courant et qui tirent dans sa direction. Non non, quatre mecs, ils étaient quatre. Du coup, le gars se cache derrière une grande citerne. Et alors que l'hélico se met en position de décollage, notre gars, il tire sur la citerne. Et là, boum, tout explose. Ensuite, il court vers l'hélico et il saute pour s'accrocher. Oui, parce que l'hélico, en fait, il n'avait pas explosé. Et tu sais quoi? Le plus simple, c'est que tu m'accompagnes la prochaine fois. Tu es client Méditel? Pour partager ta passion du cinéma, c'est simple. Obtiens gratuitement ton code sur cinéd.meditel.ma et profite tous les mardis d'une place de cinéma offerte pour une place achetée au Megarama Casablanca, Fès et Marrakech. Le cinéma à deux, c'est mieux.